بنسبح واحنا بنقول الكلمات اللي جايه دي. انت ملك الملوك مستحق السجود وستبصر العيون كم انت عظيم. خلينا نغمض عينينا كده لو حافظ الترنيمه وسبحه ودي له كل المجد. انت ملك ملوك مستحق السجود وستبصر العيون وستبصر عيون كم أنت عظيم. أنت ملك الملوك بتاعت الترنيمة دي. رنم لربنا بكلماتك، كلماتك الشخصية. مزمور 45 بيقول كده: متكلم أنا بإنشائي للملك. قبل ما نكمل فترة ترنيمنا غمض عينك وغمضي عينك، غمضي عينك وقولي له كده كلمات من قلبك، كلمات تسبيح، كلمات عبادة، كلمات حب.
رب نحبك نعبدك، انت اله صالح، انت الاول وانت الاخر، انت البدايه والنهايه، ليس لعظمتك استقصاء، انت ملك المجد، انت اللي شايف كل حاجه، انت اللي ليك كل السلطان، انت الحمل المذبوح عنا، انت القدوس. نحبك يا رب، نحبك، مت علشاننا، مبارك اسمك للأبد. أحبك لأنك أحببتني، لأنك غفرت لي، خلصتني عني ذبحت. انساك ما انت
يسوع أبرع جمال، يسوع أبرع جمال من كل بني البشر، سكبت النعمة على شفتيه، يسوع أبرع جمال من كل بني البشر، سكبت النعمة على شفتيه. هيا لنرفع له تسبيح، هيا نعلي رأسنا المسيح نقدم له كل المجد، نفرح
نجد نرفع اسمك ونعلي مجدك ونفتخر بشخصك مجدا لرب الأرض. نأتي لك يا ربنا نأتي لك يا ربنا نودي لك إكرامنا ونطرحه أكليلنا أمام عرشك في سماء. ما أبهاك ما أبهاك ما أروع ما أشهد
عندي شعور ان ربنا عاوز يقول لكل واحد من حضراتكم بالذات الموجودين في وسطينا قد ايه هو معجب بيكم وفرحان بيكم، فرحان بكل واحد جاي حقيقي عشان يقضي وقت يحارب فيه عن البلد، يقضي وقت يعلن فيه ثقته في الرب، وان هو ده الطريق اللي دايما بيجيب ثمر حقيقي. زي ما يكون حاسس ربنا عاوز يقول لكل واحد منك انا بفتخر بيك، انا بفتخر بيكي، انا مبسوط بيكي، انا مبسوط ان انت في جيشي النهارده، انا مبسوط ان انت معايا النهارده. حس كمان انه عاوز يقول لكل واحد مننا انه مش بس هيباركنا النهارده، انه مش بس هيسمع الصلاه، مش بس هيعزينا، لكن انا حاسس النهارده هو بنفسه عاوز يجي لكل واحد مننا، وعاوز يشجع كل واحد فينا، عاوز يشجع لكل واحد بقاله مده مش شايفه او مش حاسس بايده او بحضنه، بقاله مده في احداث الحياه والتوهان والضغوط ما بقتش حاسس قوي بيه، حاسس ان هو عاوز النهارده يجي كده يمشي بين الصفوف ويشجع كل واحد فينا بلمسه حقيقيه من عنده كده، عاوز يفرح كل واحد واحده فينا، عاوز يرجع له تاني الحضن والانتمسي والمحبه اللي في احداث الحياه ومشاغلها يمكن هديت وما بقتش حاره. انا نفسي كمان يا زيزو نكمل شويه كده من فضلك عباده، نفسي النهارده نستمتع بيه ونسيبه يستمتع بينا، مش احسش ان احنا جايين نعمل شغل النهارده، احنا جايين لابونا، جايين نفرح بفدينا، جايين المحبوب الغالي على قلبنا نقدم له عباده وتسبيح ونسيبه يفرح بينا وتسبيحاتنا. وانا متاكد ان قلبنا كل حاجه حلمنا بيها نلاقيها في محضره، كل طلباتنا اللي جايين نطلبها، كل تعزيه، كل حاجة هتلاقي ان في محضره يهرب كل حزن وتنهد، كل مشاكل هتصغر وتاخد حجمها الحقيقي انما هو بيعلى في عينينا جدا النهاردة. نفسي النهاردة في الوقت جاي ده تحس بحرية ان انت تعبد فيه ربنا، انك تقدم له كلمات بصدق من جوه قلبك، يمكن في سرك، يمكن كلمات الترنيمة، لكن حس ان انت واقف مع ابوك اللي بقالك مدة طويلة، بقالنا سنتين ولا سنتين ونص في الضغوط بتاعة الثورة، والواحد مش عارف ياخد نفس، وكان بيجي كل اتنين ياخد نفس كده وشوية أكسجين، بس أنا حاسس رب عاوز يريحنا النهاردة خالص خالص خالص، عاوز كده يهدينا كده في وسط الموج، وزي ما قال لنا القسيس سامح عاوزين ننام جنب بطرس، مع بطرس في السفينة جنب المسيح وهو نايم، عاوزين نخلص من كل الهموم الى الابد، عاوزين نستمتع بيه النهارده، عاوزين نسيبه يعني هو كمان يستمتع بينا، وانجوي افري وان اوف اس، خلينا النهارده نرتاح في حضنه ونفرحه بكلماتنا، مش هنقول كلمات محفوظه لكن هنقول كلماتك وكلماتك النهارده عباده حقيقيه بتقدمها للملك، للحبيب، للصديق، للمعزي، للحي في وسطنا، اللي مش بس انار ظلمه من العالم، انارها من قلبنا، انارها من حياتنا، شال الهموم، مهما نقول عن جمايله علينا مش هنوفي، خلينا نفرح قلبه بينا ونرتاح النهارده في محضره. يمكن تسجد النهاردة، يمكن تقف، يمكن تحب تطلع قدام، اعمل اللي انت عاوزه، خليك مرتاح وانت بتكلمه مش باصص على اللي حواليك كله. إلهي العظيم أعبدك، أعبدك، أحبك
بحبك أكتر مما تتخيل. مجرد وجودك بيفرحني. وانتي حولي عني عينيك لأنهما قد غلبتاني. بحبك وانت قوي وبحبك وانت ضعيف. بحبك وانت نسيني في مشاغل الحياة. بحبك وانت قدامي. بحبك وانت غالب. يمكن بحبك أكتر وانت مغلوب. بحبك وانت بتقولي انك بتحبني. بحبك وانت نسيني وبعيد عني. بحبك وانت قوي وبحبك وانت خايف. بحبك وانت بتحب. بحبك وانت مش قادر تحب او مش قادر تغفر. بحبك على طول. بحبك باستمرار. انت حتة مني. ممكن تقول له كمان احبك. احبك يا ربي يسوع. او بحبك. بحبك بكل قلبي. بحبك بكل مشاعري. بحبك. يمكن مش بعرف اقولها لك كتير بس المرات اللي انا بقدر اقولها بقولها بصدق. يا رب بحبك. بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. كل نبضة في قلبي بتقول بحبك. كل يوم بعيشه بيقول اني بحبك. يمكن مش امين قوي لكن على قد اللي عندي النهاردة بقول لك اني بحبك. اقبلها مني يا رب النهاردة. اقبلها مننا يا رب النهاردة. وكنيستك بتقول لك بتحبك. واحد واحد واحدة واحدة من اللي موجودين او اللي بيسمعونا ويشوفونا بيقول لك بنحبك. بنحبك مش بس عشان اعمالك رائعة لكن علشان انت حلو وتتحب وطيب وحنين وغفور وما بتتغيرش وامين وقادر وكل اللي في قلبك من نحونا خير ورحمة وبركة. بحبك بهديلك كل قلبي. بحبك بهديلك كل عمري. بحبك 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 يا يسوع. بحبك بحبك بهديلك كل قلبي. بحبك
نفسي الدقايق جاية أنت وزميلك أو أنت وزميلتك ممكن تقول له الكلام ده ببقك، ممكن تعبر عنه بلسانك، يمكن لوحدك مش بتعرف تعمل كده، لكن خليك قدام أخوك اعمل كده. يمكن تعتذر له أنه تاه عنك في وسط الأحداث ومبقاش هو الفوكس، يمكن تعتذر له أنه حتى مجيئك ليه هنا بقى عشان أنت تتعزى أو تفرح أو تبطل خوف، ما بقاش هو المحور، ما بقاش كل نبضة في قلبك كل فكرة وهدف حياتك النهاردة. قل له سامحني يا رب، أنا جاي لك النهاردة، أنا جاي لك، جاي نعلن حبي ليك النهاردة، جاي نعلن أنت محور حياتي النهاردة، أنت المركز يا رب، ومن غيرك بتوب يا رب، جاي أرجعك يا رب النهاردة في المكان الأولى، جاي أجلسك على العرش تاني النهاردة، جاي أقول لك أنت أغلى من كل تعزية يا رب، جاي بقول لك إن مفيش أمان غير في حضنك يا رب، إني ما ارتحتش يا رب غير معاك يا رب، جاي أقول لك إني معك لا أريد شيئاً على الأرض، جاي أقول لك أنت أغلى من الكل، أنت ملكش مثيل يا رب، أنت لا تقارن بأحد يا رب، أنا مش بضعك في مقارنة مع أحد، أنت أحلى من الكل، أنت أبرع جمال من كل بني البشر يا رب، يا رب أنت أغلى عندي من حياتي، من نفسي، من مستقبلي، من عيالي، من شغلي، من أحلامي، من جسدي ومن نفسي ومن روحي، بحبك، 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 مش بعرف أقولها لك كتير، دي الحقيقة يا رب، أنت اللي خليني وكل خلية فيا بتقول إنك حي وإنك حلو وإنك تستحق، وكل اللي عملته علشانك ده ولا حاجة جنب اللي أنت عملته علشاني، بحبك، بحب أقولها لك، بحب لما بلاقي نفسي بعرف أقولها لك، لما بلاقي نفسي شايفك تسوى الدنيا وما فيها، بحب إن كل دقيقة في حياتي أضيع تحت رجليك، بحب إن أقول لك إن أنت غالي أغلى من كل كنوز الأرض والعالم، وإن عاوز أرضيك مش عاوز أروح السماء غير علشانك، مش بحلم بحاجات هناك، أنا بحلم بيك، بحلم بحضنك، بحلم بغلاوتك، بحلم إن أنت تفرح بيا زي ما أنا بفرح بيك، وإني أفرحك زي ما أنت فرحتني. كل ما أريد، أريد أن أكون قربك، قربك، فحياتي معك تحل لي، حياتي بدونك سراب، سراب. بدونك
آخر اللحظات دي خد خطبات النهاردة عملية علشان ما يتوهش المسيح عنك في أحداث الحياة تاني. يمكن ترجع لخلوتك، يمكن ترجع تفوكس بدل ما واحد من حاجات كتيرة في الحياة في وسط الخدمة، حتى ترجع كل يوم تقعد تحت رجليه، ما تقابلش الحياة غير لما تقابله. يمكن ترجع النهاردة تقوله سامحني انك تهت عني، مش هعمل كده تاني، ارجعك، ارفض كل برودة وفتورة، اسد وداني عن حاجات كتيرة بتطفي الروح، وركز عليك وعلى وعودك. رب اديني القوة النهاردة، ادي لكل واحد فينا القوة النهاردة انك خليك دايما في المركز، دايما في القمة، دايما على العرش. ساعتها كل حاجة بتتظبط يا رب، كل حاجة بتتظبط في اسم المسيح. امين. تفضلوا. ممكن نفتح مع بعض سفر ملوك الأول، ويمكن 18 أو 17. والقصة المعروفة بتاعت إيليا لما قابل أنبياء البعل في الأصحاح الشهير ملوك الأول 18، وهنقرأ من عدد 41. الأعداد اللي قبلها معروفة كلنا، ملوك الأول 18 ده اللي هو حصلت مواجهة بعد 3.5 سنين ما فيش فيها مطر، وإيليا كان قال إنه مش هيكون في مطر ولا طل على الأرض إلا عند قولي، واتمنعت المطر 3.6 سنين عن إسرائيل، وهي المورد الوحيد اللي ليها الحقيقة من المياه، فكانت عطش شديد جدا في كل الأرض. وبعدين الرب تراءى لإيليا في أول الأصحاح ده وقال له انزل قابل أخاب لأني هأعطي مطر على وجه الأرض، وقابل أخاب وجمع أنبياء البعل بتوع 400 و450، وهو وقف لوحده وصلى إلى الرب بكل قلبه، والرب استجاب ونزلت نار من السماء. تيجي اقرا لكم كده العدد ده اللي نزلت فيه نار من السماء، وبعدين الحته اللي انا اقراها بقى في عدد 41. في عدد 35 جاب ميه ودلع على الذبيحه اكتر من مره، وقال بقى: وقال ايها الرب اله ابراهيم واسحاق واسرائيل، ليعلم اليوم انك انت الله في اسرائيل. أنا مش بدافع عن نفسي يا رب، أنا بدافع عنك. ليعلم أنك أنت الله في إسرائيل وأني أنا عبدك، وبأمرك قد فعلت هذه الأمور. استجبني يا رب، استجبني. ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله. شايفين هدفه؟ ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله، وأنك حولت قلوبهم رجوعا إليك، وأن أنت لسه متمسك بيهم، وأن أنت هتستردهم وهتغير قلبهم. هدفه من كل هذا الأمر أنه يحول قلوب هذا الشعب. خلي بالكم، سألهم في أول الأصحاح ده: إن كان الرب هو الله فاعبدوه، إن كان البعل هو الله فاعبدوه. وعارفين إيه رد فعلهم؟ كان إيه؟ فسكتوا، لم يجيبوه، ما كانوش عارفين الإجابة.
المهم بعد هذه الحرب ونزلت نار من السماء وعملت عجائب عظيمة في عدد 41 بقى. وقال إيليا لأخاب اصعد كل واشرب، اصعد احتفل، يلا خلاص احتفل، مطر لسه منزلش لكن نزلت نار من السماء وهتف الشعب وعرفوا إجابة السؤال، الرب هو الله ولا البعل هو الله، وقالوا إن الرب هو الله. حاجة هتاف وثورة عظيمة وحدة عظيمة في الشعب، بقالهم سنين ما توحدوش، حاجة كده عاملة زي اللي حصلت في 30/6 أو في 3/7، كل الشعب هتاف رجل واحد، كلهم متوحدين في فرحة عارمة، أخيرا لقوا الإجابة، أخيرا عرفوا الحل، أخيرا كل الشعب فرحان، أخيرا في وحدة بعد متفرقين اتنين ومفيش فرح. لكن ما كانتش دي المعركة الأخيرة. إلي قال لأخاب الملك خلاص أنت روح احتفل، كل واشرب احتفل. ليه؟ لأن أنا سامع صوت مطر، حس دوي مطر، حس مطر عظيم أنا سامعه في أعماقي. يمكن مش كل الناس سمعاه، يمكن محدش غيره سمعه، بس أقول له أؤكد لك روح احتفل أنت لأن أنا حاسس بدوي مطر. فصعد أخاب ليأكل ويشرب، وأما إلي فصعد إلى رأس الكرمل. كان عارف إلي أن المعركة ما انتهتش، أن يمكن ثورة عظيمة حصلت وإن حاجة، لكن لسه في معركة تانية، وكان عارف إن هو اللي عليه برضو يكملها، هو اللي عليه يخوض هذه المعركة. فطلع إلى رأس الجبل، إلى رأس الكرمل، فصعد إلى رأس الكرمل وخر إلى الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه. مش عارف كم مرة قرينا الحتة دي في السنين اللي فاتت، كتير قوي أنا متأكد، كتير جدا. عارفين الكرمل ده جبل على البحر المتوسط على طول، يعني على الحدود بتاع في فلسطين، على حدود باصص على البحر المتوسط، بس غالبا ان هو اختار مكان ما يبقاش فيه باصص للبحر، لان كل شويه يبعت الغلام بتاعه يقول له تطلع نحو البحر، كان عارف الغيمه هتيجي من الغرب من ناحيه البحر، او المطر لو هيجي هيجي بغيوم من ناحيه البحر، لكن هو ما كانش بيبص على البحر مع ان الجبل اصلا باصص على البحر، لكن ما عرفش هو اختار مغاره ولا قاعد ظهره في البحر وراه صخره كبيره، مش عارف. لكن كان عارف ان عليه حرب تاني لازم يعملها، وان الثوره ما خلصتش ولا حاجه، وان الدنيا ما مش هتبقى 100% ولا حاجه خالص، يمكن بعض الناس عليها تروح تفرح وتحتفل، لكن اكيد ده مش دوره. انا قعدت افكر كده، مش عارف اشمعنى، يعني اشمعنى هو لوحده؟ طب انا قادر اشوف في الاول هو لوحده لان الشعب مش عارف الاجابه، وبعدين فين الانبياء؟ عارفين عبيد اللي هو نائب بتاع الملك كان مخبي في مغارتين، كل مغاره جاب فيها 50 نبي وكان بيعولهم من ورا الملك وبياكلهم ويشربهم، عشان إيذابل كانت اصدرت امر بالقضاء على كل الانبياء. طب خلاص الانبياء بتوع البعل ماتوا، وإيليا الرب رفعه جدا واسهمه في الوقت ده جدا وفي وسط الاحتفال، فين ال100 نبي اللي كانوا موجودين في المغارات؟ ما خلاص يطلعوا، هتف كل الشعب ان الرب هو الله، ولا واحد منهم طلع. وبعدين هنعرف لما ربنا قابل إيليا بعد كده انه الرب قال له انا ابقيت لنفسي 7000 ركبة لم تنحني بعد البعل، فين 7000؟ فين 100 نبي؟ فينهم؟ فينهم؟ ليه يخوض هذه الحرب وحده إيليا؟ انا مش عارف، لكن انا عارف ان الحرب دي مسؤوليتنا كلنا، وان الحرب ما انتهتش في 30/6. في حرب يمكن بالنسبة لناس كتير انتهت في 30/6، لكن اكيد مش بالنسبة للكنيسة، وان ده دور إيليا ودور 100 نبي ودور 7000 اللي لم تنحني لبعد، دور كل شعب الرب الحقيقي. لكن بكل أسف الحرب دي ما كانش موجود فيها غير واحد بس هو كان واخد الموضوع جد، زي ما خد الأولانية بكل قلبه وجد، وأنا حاسس الكنيسة خدت 30/6 بجد. فاكرين آخر 10 أيام لما صليناهم كل يوم كل يوم صلاة، ويمكن السنين اللي قبلها
كان ربنا مخزن لنا كتير، ويمكن بلاد كتيرة على فكرة، بلاد كتيرة في العالم كله بتصلي لنا وبتصلي لنا الأيام دي جامد جدا، لأن عارفة أهمية المعركة اللي احنا عدينا فيها واللي احنا بنعدي فيها أو هنعدي فيها. المهم هو طلع خدها بكل جدية، ما اداش نفسه انه يراقب السحاب، هو المطر جه ولا لسه، هو عنده وعد في أول أصح ده نفسه، في أول أصح ده الرب قال له تراءى لأخاب لأني سآتي بالمطر على إسرائيل، وعد من الرب شخصيا، لكن ده ما كانش معناه ان ده هيحصل اوتوماتيك كده لوحده انه هيحصل، لا. فراح ودى ظهره للبحر ولا غطس، ما بقاش يراقب الأحداث، في واحد تاني يراقب الأحداث كل شوية بعده، ما كانش ماسك كده الريموت وبيراقب القنوات ايه اللي بيحصل في الاحداث بتاع النهارده، لما كانش بيراقب الاحداث يا اخوه، كان بيصنع الاحداث، كان عارف ان صلواته هي اللي هتصنع الاحداث، ان صلواته هي اللي هتاتي بالمطر، كان عارف المطر يمكن يحتاج صلبه او يحتاج زي ما يحتاج، ما اعرفش يحتاج يوم ولا اسبوع ولا 7 شهور، ما اعرفش، بس كان بيولد، كان حاطط رجليه دماغه بين ركبتيه، بالتالي كان بيصر بكل قلبه ويقول له رب وعودك، انت قلت لي زمان ان انا هقفل السماء لغايه ما تقول، وانا قلت، وانت قلت لي النهارده ان في اليوم ده انا هاتي بالمطر، بس ده مش معناه انه ده هيحصل لوحده، ولا بعد اول صلاه ولا تاني صلاه ولا ثالث صلاه. فصعد الى راس الكرمل وخر الى الارض وجعل وجهه بين ركبتيه، وقال لغلامه اصعد تطلع نحو البحر، فصعد وتطلع وقال ليس شيئا، فقال ارجع 7 مرات، وفي المرة السابعة قال وذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان صاعدة من البحر، فقال اصعد قل لأخاب أشدد وأنزل لألا يمنعك المطر. الأول كان عنده وعد، الأول كان حاسس في أعماقه بدوي المطر، بس ما كانش عارف إمتى، لكن فضل يصلي لغاية ما شاف علامة أكيدا إن هو ده الوقت، إن خلاص الوقت جه. وانا حاسس ان احنا ريحنا شويه الايام اللي فاتت، بالذات الشهرين اللي فاتت دول، بعد 30/7 بقينا ماسكين الريموت بنتفرج على الاحداث، بس الرب عاوزنا نصنع الاحداث. الرب بيقول لنا ان في معركه لسه مستمره في السماويات لم تحسم بعد. عندنا وعود من الرب، عندنا وعود، اقرا كده اشعياء 19، ان الرب يعرف الرب في أرض مصر، ويعرف المصريين الرب، وإن الرب يأتي إلى مصر ضارباً فشافياً، وشايفين ضارباً الأيام دي، إحنا عارفين النهاية، فيرجعون إلى الرب ويشفيهم، عارفين النهاية، عارفين إن المطر جاي، عارفين حسنها جوانا بدوي المطر ده من سنين الحياة، من سنين ناس في وسطينا وفي كل الطوائف، في كل ناس من برّا كل شوية يجي وأكدوا لنا جاي لكم مطر عظيم، نقول لهم سامعينه، لكن ده ما يمنعش إن الأيام اللي جاية محتاجة أنين وصراخ ومعركة تانية لازم تدخلها الكنيسة زي ما دخل إلي هذه المعركة، مش معركة يقضيها وحده، معركة فيها كل الأنبياء، كل رجال الله، 7,000 ركبة أو 70,000 أو 700,000 اللي بيحبوا الرب وأبنائه وتجددوا في هذه الأرض، لأن هم اللي هيصنعوا التاريخ، ولأن هم مش اللي هيتفرجوا على الأحداث، هم اللي هيصنعوا الأحداث اللي هيتفرج عليها كل شعبنا وكل العالم. اللي الأيام دي نحسس كل العالم عينيه علينا، كل المنطقة العربية بتبص لمصر، كل ناس عارفة أن اللي حصل ده معجزة في أرض مصر، اللي فاهمين يعني اللي حصل، فاهمين أن ده معجزة حقيقية صنعها القدير وصنعتها صلوات الكنيسة، لكنهم منتظرين أن الأيادي اللي نزلت تترفع تاني وتكمل هذه الحرب مرة أخرى. قبل ما نصلي هقرأ لكم عدد 17، خروج 17 اللي انتوا عارفينها كويس جداً.
روك 17 خرج عماليق عشان يحارب إسرائيل، هو اللي خرج عشان يحارب إسرائيل لأنه مش عاوزه يعدي. فراح موسى قال لي يشوع انتخب لنا رجالا واخرج بهم بكرة إلى الحرب وأنا هصنع غدا إلى رأس الكرمة. تعالى أرفع أعملها كده، عدد 8 في روك 17، وأدى عماليق وحارب إسرائيل، هما اللي بدأوا بالحرب في رفيديم. فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق. يعني احنا محتاجين الاثنين يا اخو، احنا محتاجين للجيش والشرطه، بس مش كفايه، مش كفايه الحرب اللي دائره في الارض، مش كفايه، لان المعركه دي معركه روحيه. قال له انت تخرج تحارب وغدا انا اقف على راس التله وعصى الله في يدي، السلطان اللي ادهوني، الايمان اللي ان انا مرسل بيه من قبض الرب، ان هذه هي مشيئه الرب، انا مددها، انا اعلن ان دي مشيئه الرب. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عمليق، واما موسى وهارون وحور فصعدوا على راس التله، وكان اذا رفع موسى يده ان اسرائيل يغلب، واذا خفض يده ان عمليق يغلب. متهيألي ده حصل ازاي؟ تعب موسى بعد شويه، ما اعرفش ربع ساعه ولا نص ساعه، تعب ونزل ايديه، كانوا على راس الجبل كده، فيمكن هارون وحور كده، ايه ده ايه ده، على فكره مش ملاحظ اول ما نزلت ايديك الجيش بتاعنا ابتدى يتغلب؟ لا لا، يعني اكيد يكتبوا ازاي الملاحظه دي الا لانهم شافوها. قالوا طب اقول لك ايه يا موسى، تيجي ترفع ايديك كده؟ راحوا موسى رفع ايديه، قالوا له فعلا فعلا احنا جيشنا بقى ينتصر، كل ما خلاص هم عرفوا القاعده دي، طول ما موسى ايده مرفوعه، طول ما السلطان بنادي بيه، طول ما بنوقف قوات الجحيم عن بلدنا، الجيش بيغلب، الشرطة بتغلب، يد الرب تمتد لأرضنا، حماية من الرب تأتي عليه، الرب يحقق مقاصده في هذه الأرض. حروبنا مش مع بشر، مش مع لحم ودم، مش ملهاش دعوة بالناس اللي احنا شايفينه، الناس دول كلهم أحبائنا، احنا حروبنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات، مع الرؤساء ومع السلاطين. وإيدين موسى وإيدين حضراتكم وإيدين إليا كانت هنا، هي اللي هتأتي بالمطر، وهي اللي بتمتع الشعب ده بالإنقاذ وبالحماية، وبتوقف نزيف الدماء المستمر وبتدي انتصارات بنشوفها في أرض الواقع. أنا أعتقد مسؤولية الكنيسة كبيرة جدا أيها الأحباء. أنا مش عارف إيه العذر اللي ممكن يقدموه الميت نبي اللي كانوا في المغارة بعد ما أطلقوا، مش عارف، مش عارفهم فين، مش عارف فين طول الأحداث. كانوا متفرجين ماسكين الريموت؟ طب لو فضلتوا ماسكين الريموت الأمور هتسير من سيء إلى أسوأ، لأن محدش بيحمي يشوع في المعركة، لأن المعركة دي أساساً روحية يا إخوة، أساساً روحية. اللي بنشوفها في الأرض هو نتيجة للي بيحصل في السماويات. من مد إيدنا رب يرسل جنوده وملائكته وبيحقق مشيئته، وبيصغر العدو في أعلن أنفسه، أو إنه أما بنسيب له يعلى صوته ونشوفه بيتكلم بجبروت. أنا عاوز أقول لكم ولكل واحد بيسمعنا النهاردة، المسؤولية عظيمة جدا، لأن السلطان الممنوح لينا عظيم جدا جدا، لأن إحنا اللي هنأتي بالمطر أو الدنيا هتفضل صحراء والناس هيموت من العطش ويشوع هيتغلب، ووعود الرب الأمينة مش هتتحقق في الجيل ده، لكن هتتحقق في جيل عيالي أو في أي جيل هيفضل أمين ويقف في الصغر ويتجمع وما يسيبش إليا لوحده في الحرب ده. أنا حاسس بامتياز عظيم لكل واحد فينا. زمان كان موسى، لكن الرب أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. إحنا بنحارب من هناك، من فوق، من السماويات. إحنا أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يمسنا شيء. مزمور 149، لأسر ملوكهم بقيود ورؤساءهم بكبول من حديد. رؤساء الشر الروحية فوق بلدنا، إحنا اللي مسؤولين عن حماية بلدنا، مش الجيش ولا الشرطة. احنا اللي مسؤولين ان احنا نقوي ايديهم. انا عاوز كده قبل ما نصلي كل واحد يعني ياخد دي بينه وبين نفسه ويشعر بمسؤولية شديدة على هذه الجيل في هذه الايام. يمكن كل يوم
بيعدي وانت مش رافع في ايدك. كل يوم في ناس بتموت في العريش وفي المنيا وفي وسطينا، تحس بامتياز ان رب ادالك بحقيقي الكلمة اللي قالها، اللي هتربطوه على الارض هيربط في السماء، ولما ربطتهوش على الارض هيطلق في السماء ويعيش في الارض فسادا. مش نفسي إليا يفضل المره دي لوحده على الجبل، انا نفسي الرب إليا. تهالي في يمكن مليون مؤمن في ارض مصر، من فضلك ما تعتمدش على صلاه إليا في الكنيسه بتاعتكم، او مؤمنين في بلاد تانيه بيصلوا لنا. انت اللي مسؤول، انا اديتك السلطان، جرب ارفع ايدك بايمان وتشوفني بغلب، تشوف ملكوتي بيمتد. انا عاوز كل واحد من هنا ورايح عاوز ينضم الي في الجيش ده يقف كانه بيقول يا رب انا قدام اخواتي قدامك بقول اني عاوز افضل ايديا مرفوعه لغايه ما المطر يجي على بلدنا. يمكن يوم او شهر او سبع شهور لغايه ما يجي الميعاد، مطر عظيم لم تشهده الارض. اللي عاوز يتطوع في الجيش عشان تحقق مقاصد الرب في هذه الأرض، عشان بيحب الشعب ده مسلمين ومسيحيين، ومش عاوز يشوف دم تاني في هذه الأرض ولا تفجيرات. مش عشان خايف، لا، هو خايف، هو خايف على الشعب مش على حياته. هو بيحبهم ومش عاوز واحد منهم يموت لا هنا في الأرض ولا هناك في السماء. يمكن أخوك يحتاجك تسند إيده، أو أختك، يمكن تحتاجوا البعض في مجموعات، يمكن تحتاجوا البعض في البيوت أو كعائلات. محدش مننا يقدر إيديه تفضل مرفوعة على طول. يمكن كنيستنا محتاجة كنيسة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية، ويمكن أنت تكون محتاج جارك قل له تعالى سندني، أنا في قلبي وجع على هذا الشعب. يمكن الله بيبص ويستغرب، فين الباقيين؟ فين الباقيين؟ الحرب تقيلة عليهم، بعت له ملاك بعد شوية واداله أكلة ونام، قال له قوموا كل تاني، الحرب طويلة، المشوار طويل. ماتياس، ربنا هيقويك وهيسندك. يمكن مش بتعرف توعظ، لكن أكيد بتعرف تصلي، أكيد بتعرف تصلي. عاوز كل اتنين من فضلكم النهاردة يقول يا رب أنا جاي، أنا جاي، اكتب اسمي يا رب، اكتب اسمي في الجيش ده، اعدني معاك في الحرب، الحرب اللي جاية، مش الحرب الأولانية اللي أنت عملتها لما نزلت نار من السماء، الحرب التانية اللي أنا وأنت هنعملها، الكنيسة والعريس هما اللي هيعملوها. صلي مع اللي جنبك، بس اتكلم عن نفسك النهاردة، قول يا رب أمين يا رب، أمين أمين. سامحني سامحني، اختفيت في وقت الزنقة، اتفرجت على الأحداث بيحصل إيه في التلفزيون بدل مصنع الأحداث، استغربت إن الدنيا مش ماشية كويس، هو ليه الوقت طال، ونسيت إن ليا دور عشان الوقت يقصر. يمكن ما كنتش أمين الأيام اللي فاتت، لكن أنا عاوز أبقى أمين الأيام اللي جاية. مش
مش عاوز افرح فرحه متفرج، لكن عاوز افرح فرحه ام وهو بتشوف البيبي بعد صراخ وغنين وتعب وحمل وولاده، لكن شافت مولود للحياه، ما كانش موجود وجد. افتح احشاء يا رب عشان ارجع اتمخض تاني باحلامك يا رب. افتح قلبي يا رب عشان يشيل كل الشعب جواه ويكون قضيته وقضيتي يا رب. عاوز احبهم يا رب، عاوز احبهم، عاوز مشيئتك يا رب تتحقق في حياتهم، عاوز تولد مقاصدك للحياه، عاوز نعطى في هذه الارض الابن اللي انت وعد بيه ان احنا نعطى ابن ويولد لنا ولد تكون الرياسه على كتفه، يولد في هذه الارض المسيح الموعود به الى هذه الارض ليرسل لنا المخلص المحامي اللي يحامي عن هذا الشعب ويحفظه. افتح احشائي لا تمخض يا رب، حط جوايا محبه عجيبه لهذا الشعب لهذه الارض لهذه النفوس للتسعين مليون يا رب في اسم يسوع، اللي هيموتوا من العطش يا رب، اللي كفايه سنين يا رب جوع وعطش يا رب اتت عليهم، لتاتي علينا كل الوعود الصالحه في هذا الجيل، لتتحقق مشيئتك المباركه في ايامنا وتزداد في ايام اولادنا واولادهم باسم يسوع المسيح. عايزين نقول لك يا رب زي ما قال لك ليا، استجبني يا رب، استجبني استجبني يا رب استجبني، ليعلم انك انت احببت هذا الشعب وانك قد حولت قلوبهم رجوعا اليك. استجبنا يا رب، استجب أنين شعبك، استجب صراخه من أجل هذه الأمة، لا يكون دماء في شوارعنا يا رب هنا ورايا. وقف يا رب سيل الدماء، وقف الهدم والحرب في اسم المسيح، مش بس للكنائس، لكل الأماكن، مفيش تفجيرات، مفيش موت، مفيش هلاك باسم يسوع المسيح. مطر من المعرفة يأتي علينا، مطر من النور يأتي على بلدنا، يزيل الظلام والجهل والعمى، يعلن يسوع، يعلن المحبة، يعلن إله السلام في أرضنا باسم يسوع. أنت تسترد يا رب القلوب، أنت تحول يا رب قلوب الأذهان وسبوعا إليه، أنت تشق السماوات وتنزل من حضرتك، تتزلزل الجبال اللي بقالها قرون يا رب في أرضنا، أنت هو السيد وحدك، نعلن يدك قديرة وكلماتك عجيبة في وسطنا، نعلن أنك قادر أن تحقق ما توعد به. ضع قلوبنا على طرقنا في هذه الأيام، ارسل هذه الروح، روح إليه تأتي علينا، روح التمخض، روح الأنين، روح الصراخ، إلى أن يأتي المطر في وسطنا باسم يسوع. يا قدوس
سهران على وعده، بس أنا خايف الكنيسة هي اللي تكون نايمة. هو سهران على وعده، بس يمكن يجي زي ما قال التلاميذ: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة؟ خلاص خلاص، هانت هانت، باقي ساعة، يمكن تقيلة، يمكن طويلة، يمكن صعبة، بس هانت. الولادة بدأت، هانت. كنا فين؟ كنا فين من شهرين يا إخوة؟ كنا فين؟ كنا في حتة تانية خالص. اللي عمله معانا رهيب، عظيم عظيم، كل العالم مبهور منه. كنا فين؟ هو سهران على وعده، زي ما قال أرميا: أنا سهران على كلمتي لأجريها. لكن أنا عاوزكم معايا، صلوا معي، اسهروا معي هذه الساعة. أيها الأحباء، إنها ساعة الآن لنستيقظ من النوم. قد تناهى الليل وتقارب النهار. خلينا نصلي بكل قلوبنا في هذه الساعة. جاي المطر، جاي، يمكن مرة ما مرتين ثلاثة أو خمسة، باقي مرة ولا اثنين وشوف مطر حقيقي على هذا الشعب. هو أمين لوعده، وعاوز الكنيسة أمينة أمينة أمينة. بيقول بيعاتبهم كده: يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. أرجوكم ما تخلونيش أسكت، لو سكتوا ما مش هيبقى لكم حق إن أنا أتدخل، هم اللي هيبقى لهم حق إنهم ياخدوا هذه الأرض. لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت إلى أن يخلص، يجعل أورشليم تسبيحة في كل الأرض، يجعل الكنيسة أغنية العالم. أنا أؤمن إن تناهى الليل تقارب النهار على هذه البلد. في مطر جاي، في سماوات مفتوحة بدأت تتشق، في سحابة ظهرت، لكن في مطر فجأة هيفاجئنا الرب. كان من هنا إلى هناك، أن السماء اسودت بالغيوم ومطر عظيم قد أتى على هذه الأرض. ساعتها نرتاح، ساعتها ما ينفعش نقف دلوقتي، النهاردة نكمل، النهاردة نكمل، لأن تناهى الليل وتقارب النهار باسم يسوع. وتناهى الليل، تناهى وتقارب. We'll be right back.
يا حبيبنا تعال أرواحنا بالنادي حقق وعدك امسك لطفك ده شعبك مستني أمين تعال يا حبيبنا تعال أرواحنا بالنادي حقق وعدك امسك لطفك ده شعبك مستني يجي من وقفش الصلاة لغاية ما يكون هو الاستجابة بتاعتنا. هو مطر إعلان يسوع في أرضنا. هو المطر اللي يغلق أرضنا. يكون هو الشبع ويكون هو الارتواء. لغاية ما يجي هنفضل نصلي ونقول يا رب تناهى الليل. عشان كده احنا بنفوق بعضنا بعض. احنا هنسند بعضنا بعض. احنا بنشجع بعضنا. بنقوله تشجع اللي جنبك. اتشجع. تناهى الليل. باقي دقايق. باقي لحظات. يمكن باقي ساعات أو أيام. لكن باقي وقت أقل كتير من اللي فات. الحصاد أبيض. الحصاد أبيض. رب يقول ارفعوا أعينكم للحصاد لأنه قد أبيض. الحصاد أبيض. الرب هيرسل فعلا تحصد من هذه الأمة ملايين ليعرفوه. إحنا بنسبح الإله الحي اللي في وسطنا. وإحنا ما بنطلبه بيأتي. كل مرة طلبناه عمل أكثر مما طلبنا أو نفتخر. أمين. خلينا نديله وقت نقوله مصدقينك. مصدقينك عملتها وهتعملها. هتعمل أعظم منها. اللي جاي أعظم من اللي فات. المعجزات اللي ما شفناهاش هنشوفها في جيلنا والأجيال اللي جاية باسم يسوع المسيح. هاللويا هاللويا. كل واحد فينا يتقدمنا في صلاة. أنا عاوز أسمع 800 ولا 1000 واحد النهاردة
ينادي على يسوع بكل القلب، يقول له يا رب انت اللي تكون المطر اللي ياتي على بلدنا، اعلان اعلان عن يسوع المسيح اللي يشق السماء. نادي على يسوع النهارده، نادي عليه، نادي عليه، قول انا عاوزك للبلد، انا عاوزك، انا عاوزك للدلتا، انا عاوزك للصعيد، انا عاوزك للجيش، انا عاوزك للاخوان، انا عاوزك للكل اللي بيدور عليك النهارده، انا عاوزك للمسيحيين وللمسلمين، انا عاوزك تشق السماوات وتنزل. انت رئيس السلام، انت منبع الحب، انت اللي انت اللي بتوحد الغريب. احنا عاوزينك، الشعب ده عاوزك بالنيابه عن 90 مليون جايين نطلبك النهارده، جايين بالنيابه عنهم ننادي عليك، اعبر الينا واعنا. عاوزين يسوع، عاوزين يسوع المخلص، عاوزين يسوع اللي بيحرر، عاوزين يسوع اللي بيكسر القيد، عاوزين يسوع اللي بيشفي الاعمى، اللي بيشق السماوات، اللي بيريح المريض والتعبان واللي تايه، عاوزين يسوع اللي بيأتي في الاحلام وبيشفي المرضى، عاوزين يسوع للي بيطلب حياه جديده، عاوزين يسوع للي مش راضي عن الحياه الروحيه الشكليه سواء مسيحي او مسلم، عاوزين يسوع للجميع النهارده، عاوزين يسوع هديه السماء لهذه الارض باسم يسوع المسيح، عاوزين الموعود به لبلدنا، مخلص المخلص الشافي، الاله اللي مراحم الله ظهرت فيه وزار بلدنا من 2000 سنه يزور بلدنا الايام اللي جايه. اسمع اسمع ودينا يسوع مره تانيه في هذه الارض، ارسل بروحك يسوع لكل قلب عطشان ولكل واحد بيبحث عنك ايا كانت خلفيته باسم يسوع. شق السماء وانزل الينا، شق السماء واستجيب لينا بنفسك يا روح الله النهارده. شق السماء ثلاث قضايا، كل قضية عاوز نصلي لها في 5 دقايق. أول قضية يعني يمكن ما كنتش عاوز أصلي لها في الأول بس خايف ما يجيلهاش وقت، هي إن إحنا نصلي لسوريا النهاردة. عاوزين ربنا هو اللي يقول كلمته،
مش أمريكا ولا فرنسا ولا جيوش، احنا عاوزين ربنا هو اللي يقول كلمة، عاوزين رب يوقف الحرب دي بصراحة، عاوزين رب يلاقي حل سياسي لهذه القضية، مش لأننا ضد القتل بالغازات لكن احنا عاوزين حلول إلهية هي اللي تحل. احنا نرفض حلول الدماء أو التدمير. خلينا نرفع ايدينا كده نقول يا رب قول كلمتك لسوريا، خلي ارفع ايديك في سوريا وخلينا في نفس واحد كلنا الدقايق اللي جاية دي، انت اللي تقول يا رب، انت اللي تحكم، مش بشر يا رب، مش بشر اللي يقوله. احنا نحمي هذا الشعب وهذه الأمة الصديقة باسم يسوع المسيح، احنا نتحد بالشعب السوري، لا تضرب هذه الأمة باسم يسوع المسيح، انت تصد الهجمة دي عنهم يا رب، انت تلاقي حل من السماء للمشكلة دي يا رب، انت تمنع هجمات العدو يا رب على هذه البلد، مفيش قنبلة تنزل يا رب، مفيش قتل تاني، مفيش تدمير الأيام الجاية للبناء وللحلول يا رب اللي ترضي كل الأطراف. انت تدي حكمة للقادة والرؤساء ومشيرين يا رب حسب قلبك، انت تبكم يا رب كل صوت غير صوتك، انت اللي تحكم يا رب كلمتك، انت اللي تتكلم بكلمة مفضي بيها بين الأمم في اسم يسوع المسيح. سلام يا رب للبلد دي، سلام لهذا الشعب، كفاية يا رب الثلاث سنين اللي فاتوا باسم يسوع، كفاية موت، كفاية خراب، قول سلام، قول للعدو ارحل، ارحل من امامنا، ارحل من امامنا باسم يسوع المسيح. آمرين عدونا، آمرين عدونا، احنا مش بنطلب، احنا بنؤمر، احنا معنا السلطان، اعطيتكم سلطان ان تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء، عن المنطقة العربية كلها كلها كلها، الرب يغير الخليطة، الرب يغير وجه هذه الأرض لتصير أعظم مكان في العالم، الرب يزور السماء دي زي ما زار كوريا في التسعينات، يزورنا ويغير الخريطة ويصد أفكار إبليس عن هذه المنطقة باسم يسوع المسيح. فلن تصمد في وجهنا دوما تحت أقدامنا، رب الجنود معنا، ارحل من أمامنا، اصنع بنا نهضة كارزين باسمك، ضاربين دمك في وجهنا دوما تحت أقدامنا، رب الجنود معنا، ارحل من أمامنا. هللويا. الأمر الثاني اللي أنا نفسي نصلي له حاجتين لبلدنا، أول حاجة هي الدستور اللي باقي 58 يوم علشان يكون خلص كتابة الدستور، لجنة الدستور 50 فرد عندها شهرين اجتمعوا امبارح أول يوم عشان يضعوا دستور جديد لهذه الأمة، وإحنا عاوزين الرب هو اللي يضع هذا الدستور، وإحنا عاوزين يد الرب تكتب كل كلمة وكل حرف يدي حرية لهذا البلد ويدي خير ويرسم الطريق لحضوره في أرضنا. عاوزين عاصفة من الصلوات لكل واحد هيصوت أو هيكتب أو هيفكر في هذا القرار، رب يدي حل للمشاكل وللقوانين المختلف عليها والبنود اللي لسه فيها احتجاجات كثيرة. خلينا نرفع ايدينا كلنا، لو كنت معانا في التلفزيون بتشوفنا او على النت ارفع ايدك النهاردة وصلي، ده اللي عيالنا وعيالهم هيستمتعوا بيه باسم يسوع المسيح. يدك اللي تكتبه يا رب زي ما كتبت يا رب زمان زمان الناموس، انت تكتب باصبع الله هذا الدستور باسم يسوع، يكون شهادة الاجيال جاية كثيرة ولبلاد تانية تشوف يا رب يكون مثال ليها باسم يسوع المسيح. انت تحل المواد المختلف عليها، انت تحل مادة 219 دي يا رب، انت تحلها، انت اللي تحدد الهوية بتاعت البلد دي، انت اللي تحمي مصر، انت اللي تضع قوانين جديدة.
جديدة وحريات جديدة، دستور جديد مكتوب من السماء مملى لي على هذه الأرض باسم يسوع المسيح. صلاة لكل واحد بيكتب الدستور ده يا رب، صلاة لكل واحد هتستخدمه يا رب التصويت بنعم أو لا باسم يسوع المسيح يا رب. قبول قبول من الشعب يا رب اللي انت تدهولنا في اسم يسوع المسيح. أمين 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 أمين. آخر حاجة نفسي نصلي لها قبل برضو ما نختم كده بالتسبيح، نفسي نصلي لأحبائنا اللي فقدوا بيوتهم اتحرقت، أو اللي متعلم عليها ومستنيين إنها تتحرق، اللي فقدوا المحل الوحيد اللي بيعيشوا منه الصيدلية، ولا اللي مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين يعيشوا ازاي او ياكلوا ازاي، يمكن مش شايفينهم قوي بس الحقيقة افظع مما تتخيلوا. وحتى في القاهرة في الحدود كده في عزبة النخل والايام دي الاتوات اللي بتفرض على الناس وكأن ما لهمش ظهر، احنا عاوزين الرب يكون ظهرهم، عاوزين نرسل ليهم ملائكة من قبل الرب، عاوزين الأسد يزأر في وسطنا ويهرب إبليس وكل قوات الظلام تدخل تاني في الشقوق باسم يسوع المسيح. عاوزين نسندهم وعاوزين نرفعهم أمام عرش النعمة عشان يلاقوا نعمة وعونا في وقت الاحتياج في وسط الضيق، يتراءى ليهم الرب زي ما تراءى للفتية في الأتون، يظهروا ويشوفوا مجده، الرب يعلن نفسه ليهم النهاردة ويرسل هيبته ونوره وملائكته تأتي عليهم، يسدد رب كل احتياج ويرفع كل ضغطة ويديهم نعمة أمام أعدائهم باسم يسوع المسيح. خلينا نحارب هذه الموقعة أيضا، نرفع ايدينا كده زي موسى ونعرف لما نرفع ايدينا شعب الرب يغلب يغلب وينتصر. صلي بكل قلبك لان الرب هيستخدم هذه الصلوات تسدد احتياجاتهم باسم يسوع المسيح. امين يا رب امين يا رب. نؤمن 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 انك مش سايبهم لوحدك، انت عونا في الضيقات وجدت شديدا، انت اللي بتتراءى في الاتون، انت اللي بتتراءى في جب الاسود، انت الواحد ادعوني في وقت الضيق انقذك فتسبحني واشكرك يا رب. اعلن اعلن ليهم حمايه، اعلن ليكم قوه، اعلن ليكم معونه، اعلن ليكم من قبل كنيسه الرب ومن جسد المسيح معونه سماويه، زي ما صلت الكنيسه لبطرس وخرج من السجن يطلق الرب اسركم ويسدد الرب احتياجكم ويشبع كل احتياج ليكم بحسب غناه في المجد في اسم يسوع. انا احس مش كفايه، ممكن نتقسم كده اتنينات، انا عاوز نغرقهم في شديد الاحتياج يا اخو، في شديد الاحتياج. الرب عارفهم بالاسم، الرب عارف البيوت دي والبيوت اللي متعلم عليها واصحابها خايفين ومش عارفين امتى اليوم، اليوم ده لا ياتي. الرب يحول هذا اليوم زي ما حول الرب قبل كده كل ظنون العدو خابت في الصليب وحوله الى خير وقيامه باسم يسوع المسيح. صلي مع اخوك واختك اللي جنبك الدايق اللي جايه، احميهم كانهم عيلتك، باباك ومامتك واهلك اسم يسوع. امين يا رب امين امين. انت الراعي الصالح، انت الراعي الصالح اللي سهران على قطيعك، انت الراعي الصالح اللي بذلت نفسك عنهم، كيف لا يهبنا معه ايضا كل شيء. صلي من اجل حمايه، صلي من اجل تسديد الاحتياجات، صلي من اجل امان ياتي عليهم، صلي من اجل ان هم يكونوا في سلام وبيتمشوا في النار زي الفتيه، ولا توجد للنار قوه عليهم ولا تحرق شعره من رؤوسهم ولا رائحه الدخان تاتي على ثيابهم باسم يسوع المسيح. انت تسد افواه الاسود اللي حواليهم في هذه الايام، انت اللي تزأر يا اسد يهوذا باسم يسوع المسيح، انت اللي تدي نعمه عظيمه ومعونه لم يختبروها من قبل، انت اللي تاتي بحضور في الكنائس حتى اللي محروم منها بمسحة وبقوة وبمجد وبنور لم نعهده في حياتنا من قبل. في الضيقات وجد شديدا
عونا عونا راعي صالح وأمين. مسؤوليتك، هم مسؤوليتك، نحن نطلق يدك في حياتهم للحماية باسم يسوع المسيح. أمين. خلينا اللي خلص يقف مع بعض والنادي بسلام، سلام سلام لكل شعب الرب، سلام لكل المضطرب، سلام للعاصفة حواليه مش راضية تقف. سلام الرب اللي قال سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، نؤمن بيك ونحصل على سلام لينا ولأخواتنا ولكل بلدنا باسم يسوع. سلامك فاق العقول، في نوم مش ممكن يزول. اسحاق تعالى صلي لنا للاحتياجات. لو حد عندك مريض في العيلة او حد قال لك صلي لي ممكن ما كتبتش اسمه، من فضلك مد ايدك النهارده واحنا بنصلي للاسماء دي النهارده. حط الاسماء اللي طلبوا، في ناس كثيره طلبوا مني النهارده حتى لو ما افتكرتش مين بالاسم، لكن اذكرهم واحنا بنرفع الطلبات دي. اسحاق صلي لنا. يا رب أشكرك لأنك أنت عارف كل احتياج يا رب، احنا جايين نحط كل الطلبات دي قدامك،
تعالى بمد ايدك للشفاء، تجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس هذه الايام. يا رب نحط كل طلبه، كل حد ثقته فيك يا رب وجاي الطلبه دي، عارف انك انت الشافي، انت بتحل المشاكل، كل احتياج يا رب انت تسدده. اشكرك لانك انت صانع في وسطنا امر جديد النهارده يا رب، مش بس الطلبات دي، كل حد عنده احتياج واقف قدامك، واللي قدام الكاميرات يا رب وقدام الشاشات يا رب النهارده، كل حد محتاج شفاء من ايدك ياخد شفاء. اشكرك لانك كلمتك ترسل كلمتك فتشفيهم، اشكرك لانك انت تسدد كل احتياج بحسب غناك في المجد، اشكرك لانك انت صانع في وسطنا امر جديد. يا رب كل مره بنيجي قدامك عارفين انك انت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر، احنا جايين نحط ثقتنا فيك يا رب. كل مرة يا رب اخواتنا بيجيبوا الطلبات دي يحطها علشان انت تشفي السرطان، تشفي الكلى، تشفي العظام، تشفي كل امور موجودة يا رب. الامور الاطباء اللي قالوا ما تنفعش وان الطب قال ما ينفعش، بس انت الطبيب الشافي. اشكرك لانك انت بتسمع وتستجيب لي، كل المجد. اخر حاجة واحنا واقفين، نفسي كلنا كده كل مرة نصلي ونعمل كده حرب روحية ونطرد ابليس من امامنا، عاوزين نحمي نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وكل لينا. خلينا كده كلنا بدم المسيح يا رب نحمي كل فرد من اللي معانا، كل اللي اشتركوا في الصلاة، بدم المسيح يا رب حماية لأجسادنا ونفوسنا وأرواحنا وممتلكاتنا وأولادنا. دم المسيح على كل مالينا، على كل اللي اشتركوا في الصلاة وفي هذه الحرب. لا تجري عليه حرب من قبل العدو. يبطل رب كل مشورة لأخيتوفل على حياة كل واحد فينا، يعطي الرب نجاح وبركة وتعويض، ويستثمر هذه الكلمات في ملكوته ثمار مضاعفة تأتي بمطر كثير على هذه الأرض. نثق في استجاباتك لينا، نثق أن يدك معنا، نثق أن أحلامك تأتي، نثق أن وعودك حقيقة في هذا الجيل على كل واحد فينا، على كل أرضنا، في اسم المسيح يسوع. آمين آمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.